رائعة أغنية خويه التي كتبها الزجال أحمد الطيب العلج ولحنها عبد القادر رشدي لإعلان نجومية لطيفة رأفت. اليوم هي مسرح نزاع قضائي بعد صدور حكم بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتغريم الفنانة لطيفة رأفت مبلغ 2,416,000 درهم. وهذه هي التفاصيل المثيرة للقضية. أكثر من 35 سنة في عمر أغنية خالدة أدتها لطيفة رأفت، لكن اليوم انقلبت الموازين بعد ظهور ورثة عبد القادر رشدي على الخط لرفع دعوى على لطيفة رأفت بتهمة متابعة خرق مواد الظهير الشريف المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما وأن القناة الثانية والشركة المنتجة والمغنية لطيف رأفت لا تربطهم أي علاقة تعاقدية تسمح لهم بالتصرف في الأغنية. القناة الثانية دفاعا عن نفسها أكدت أن البرنامج الفني الذي عرضت فيه الأغنية تملك حقوقه شركة تعاقدت مع المغنية لطيف رأفت تنازلت عن حقوق الأغنية بمقتضى عقد موقع، وأن لطيفة رأفت أقرت لها بأنها مالكة جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بأغنية خوي. بعد المداولة كشفت المحكمة التجارية أن أغنية خوي هي ضمن المصنفات الفنية المشمولة بحقوق المؤلف لصاحب عبد القادر رشدي ومن ثم ورثته، وهي المشمولة بالحماية المقررة في القانون رقم 0200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما كشفت أن هناك عقدا أبرمته لطيفة رأفت مع الشركة منتجة البرنامج الفني تنازلت عن كل الحقوق المرتبطة بالأغنية، وهو ما يشكل مساسا بالحقوق الفنية لورثة عبد القادر رشدي.